ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل عام وانتم بخير. النهارده بقى طبعا الباميه الايام دي كتير، انا عملتها معاكم وخزنتها معاكم، قلنا عشان خزناها نعملها مع بعض. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده خضره، النهارده هعملها معاكم بقى متفرزه. عملنا بقى طاجن باميه، عايزه تعمليها في الحله، عايزه تعمليها في الطاجن، وهاكلها النهارده بعيش بلدي، ومعانا بقى الليمون المعصر اللي معمول على قناتي. يلا بينا يا حبايبي نشوف عملنا احلى طاجن باميه ازاي، سهل وسريع مش هياخد مننا وقت خالص. معايا هنا بقى بصل، معايا كمان جزر، انا حطيت اللحمه وحطيت البصل وحطيت الجزر، هنشوحها كده تشويحه بسيطه كده. طبعا زي ما قلت لكم معايا هنا ايه، نص كيلو لحمه. بعد كده بقى هنحط ميه. بعد كده حبايبي بقى حطينا الميه ونسيبها تغلي كده مع نفسها. بعد كده حبايبي بقى حبه فاضيه وحطينا فيها بصلايه وشويه الدهون. بعد كده يا حبايبي بقى حطينا بصلايه واي ماده دهنيه عندك، هنقلبها كويس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده يا حبايبي بقى معايا معلقه كوب حلوه كده مفرومه، هقلبه بقى كويس كده. عايز ريحه الثوم تطلع كده مع البصل. بعد كده حبيب قلبي بقى بعد كده بقى انا معايا ايه، طماطم. بعد كده انا معايا طماطم كاتب الفريزر. بعد كده حبيبي طبعا الطماطم اتسبكت معانا اهي. هنا بقى يا حبيبي شكل الشوربه بعد ما اتعملت، بسم الله ما شاء الله، شايفين لنا جمالها. طبعا البهارات، طبعا بالنسبه للبهارات انا هنا حاطه فلفل اسود، ملح، يعني حاطه بهارات ايه على اللحمه. طبعا بالنسبه اللي هنا هنحط الفلفل الاسود والملح بس عشان ايه الشوربه فيها البهارات كلها. طبعا بزودها شوربه كده، بسم الله، زوديها كمان اللحمه. شايفين جمال الباميه؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ده شكل الباميه بعد ما استوى. بعد كده يا حبايب ازاز، وكده يا حبايبي بقى شكل الطاجن. هدخله بقى فرن البوتاجاز ياخد وش. عايزه اقول لكم بقى ان ريحتها جامده، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده طبعا استوت معانا، وطبعا كلها فيها لحمه بس انا مش حاطه فيها دهون خالص، يعني هي المفروض اللي انت بتحطي فيها ليا. انا المره دي صراحه الجزار مش حاطط لي خالص فيها لا ليا ولا دهون ولا حاجه، فتلاقي ايه لونها الجميل ده كده. احطها بقى في البوتاجاز وارجع لكم تاني. كده يا حبايب قلبي ده شكل الطاجن بعد ما حطيته في البوتاجاز. عايزه اقول لكم ريحته قلب الدنيا، بسم الله ما شاء الله، زي ما عملته معاكم. ده طاجن باميه باللحمه، وعملت معاه بقى طبعا انا هاكله النهارده بعيش، العيش البلدي العادي بتاعنا خالص. ومعايا هنا الليمون المعصر اللي عاملاه القناه معاكم. ايه رايكم يا حبايبي؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وربي يعجبكم. طاجن باميه باللحمه بنص كيلو لحمه، عملنا احلى طاجن باميه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.